السلام عليكم الاخوان، كنتمنى انكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال ديال السي مهدي، خلى علينا في الفيسبوك. قال لنا ودي انا يلاه بادي، بغيت نبني لا مارك ديالي، واش نعتمد على لي انفلونسور، واش نعتمد على المؤثرين باش نبني لا مارك ديالي؟ هذا سؤال مهم جدا، وبزاف ديال الدراري تيجيو عندنا الكوتشينغ تنسولهم بعد ما عرفت وكرا خدمت مع هاد الانفلونسور وما عطاني حتى شي ريزلتا وما لقيتش داكشي اللي بغيت اكسترا. هنا غادي نرجع لواحد السؤال هو جد مهم ديال لا استراتيجي ديال الماركتينغ ديالنا، لان لا بوبليسيتي ماشي هي الاساس، لا بوبليسيتي راه وسيله. خصنا بعدا اولا تكون عندنا واحد لا استراتيجي ديال التسويق ديالنا، وهي انطلاقا من هذيك لا استراتيجي ديال التسويق ديالنا غادي نشوفوا اش من وسيله ديال الاشاره غادي نعتمدوا عليها. اغلب العباد الله ما تيكونش عندهم استراتيجيه ديال التسويق، فهم تيجربوا مره يدير هاد لا بيبليسيتي ومره يدير هادي ومره يدير هادي، وما عارف راسو حتى اشنو بالضبط باغي وكيفاش غادي يبني هذيك الشركه ديالو، وشنو هو الاهداف ديالها هاد الشهر والشهر الجاي والشهر والعام الجاي اكسترا. ما كاينش استراتيجي، ما كاينش واحد لي ليزون، ما كاينش رابط ما بين هاد الاشهار وهاد الاشهار، وشنو هو علاش درنا هذا وعلاش درنا غادي نديرو من بعد هذا، وشنو هو الخطوه التاليه اكسترا. فهم كيلعبوا نهار بنهار وتيعيشوا نار بنار. هو تيدير مثلا اغلبيه الناس تيديروا، انا اللي كنعرف تيدير اشهار باش يبيع اليوم صافي، وغدا عاوتاني غيعاود يطلق الاشهار باش يبيع غدا. كل نهار هو خصو ضروري فيسبوك عاد خدام تيطلق به الاشهار اكسترا. ولا كذلك الا مشى خدم مع شي انفلونسور تيتسنى ان داك الانفلونسور شحال غيجيب ليه المبيعات اليوم، الا ما جاتو حتى شي مبيعه صافي فقط في هذاك الانفلونسور راه ما خدامش، ولا راه داكشي ما خدامش اكسترا. انا دونك انا خصني نعرفو بعدا امتاش غادي نحتاجو داك الانفلونسور، وعلاش غادي نحتاجو، وفاش غادي يفيدنا جينيرالمون الانفلونسور. اشنو تنشريو من عنده؟ ما تنشريوش من عنده لافيشاج. دابا الاشهار فيه جوج الحوايج، فيه جوج الاسس. الاساس الاولاني فهو افيشاج، فهو شحال ديال عدد ديال الناس غادي يشوفوه، يعني رقم شحال ديال عدد الناس غادي يشوفوا داك الاشهار. ثاني حاجه فهو محتوى، هذا المحتوى غادي ياثر. دونك عندنا واحد العدد شحال ديال الناس، مثلا واحد لا فيديو غادي تشاف مثلا 10000 مره 100000 مره مليون مره، دونك هنا عدد المشاهدات كتخلص عليهم، سواء تخلص عليهم في يوتيوب، سواء تخلص عليهم في انستغرام، سواء في فيسبوك، سواء ديرهم في التلفازه فيما بغيتي غتخلص. غادي تجيك واحد لو نوم، خلصتي مثلا واحد 1000 درهم غتجيك واحد العدد المشاهدات على قد 1000 درهم، خلصتي 100 مليون غتجيك مشاهدات على قد 100 مليون. واخا ها الناس شافوا، اشنو شافوا؟ دونك هنا غادي خصهم يشوفوا هذا المحتوى. هذاك المحتوى هنا حتى هو مهم، لان الا كان محتوى ضعيف ما غياثرش عليهم. دونك كيف انت غتولي خلصتي ديك ال 100 مليون مشات لك في الخوار، شافوا الناس ولكن ما زادهم ما نقصهم هذاك الفيديو اللي شافوا. هنا تنبغيو ان هذاك الفيديو الاساس ديالو انه يكون مؤثر، باش كومسي يخلي عند الناس واحد السمعه طيبه على لا مارك ديالو. حيت اغلبيه الناس راه ملي غيشوفوا الاشاره ما غيشروش ديك الساعه، لا ماجوريتي. الا انت كنتي خدام غير باش تبيع في ديك اللحظه راه غالبيه الناس ما غيشروش في ديك اللحظه، دونك انت غادي تبقى خدام كتخلص بزاف الفلوس على قبل واحد اللي يقدر يشري في ديك اللحظه. هنا كتضيع فلوس بزاف في الماركتينغ ديال لا بوبليسيتي. وكذلك الاشاره تديرو باش الناس واخا ما يشريش في اللحظه تبقى عنده واحد الانطباع، يشري من عندك الشهر الجاي، ويشري من عندك الشهر الاخر، ويشري من عندك الشهر الاخر، انت مادام خدام في البزنس الا وخدام وحال اي لحظه يقدروا يجيو عندك الناس، انت خدام باش يعرفوك وميم طون باش تخلي عندهم واحد السمعه طيبه يشريو اليوم ولا غدا ولا اكسترا، باش دوك فلوس لا بوبليسيتي ما يضيعوش. هنا الانفلونسور تنحتاجوه سورتو في المحتوى، ما تنحتاجوش في لافيشاج. شحال واحد تيقول لك انا راه غادي ندير مع فلانة باش نتشهر، راه ما عمر شي مؤثر في الدنيا ما غيشهرك جامي دلافي. شوف كاع لي مارك اديداس ملي تديرو هاد لا بوبليسيتي مع ميسي ولا نايك مثلا مع شي لعاب مع رونالدو ولا بيوما مع نيمار، راني ملي كدير مثلا اديداس مع ميسي راه ماشي اديداس معوله على ميسي غادي يشهرها، لا راه تشري من عنده فقط ليماج ديالو صافي، تشري من عنده غير هذيك المصداقيه، ومن بعد اديداس غتشد هذاك الفيديو اللي فيه ميسي، هي غتزيد مازال تخسر الفلوس، هي غديرو في بيان سبور وديرو في التلفازه وديرو في لي بانو بوبليسيتي، راه اديداس اللي تتخلص. دونك اديداس تشري من عند ميسي غير فقط ليماج ديالو. كذلك انت الا بغيتي مؤثر غتشري من عنده ليماج ديالو المصداقيه ديالو، غتمشي دير عند دنيا باطمة ولا غدير عند ليلى الحديوي ولا عند صفاء حبيركو ولا عند برونو مارس ولا عند اللي عجبك سعد المجرد اكسترا، كتشري من عندهم السمعة ديالو.
راه واخا داك ساعه المجرد ولادك غادي يشد لا فيديو ديالك وغادي بارطاجيها في لاباج ديالو غادي يشوفوها الناس هذاك النهار لا غير ما يبقاوش يشوفوها غير بارطاجي ساعه المجرد حاجه اخرى وحاجه اخرى غادي تنسيهم في داك الشيء ديال اللي بارطاجي البارح دونك هذاك ساعه المجرد ما كتعولش ليه انت خاصك تشري من عنده ليماج ديالو كي اسوسييها معاك مع داك البرودوي انت كتبيع التليفونات ولا كتبيع لي سيرفيس خديتي من عنده هذيك لا فيديو وغتشد انت ديك الفيديو غادي تخلص عليها الفلوس باش يشوفوها الناس كل نهار باش تبقى دائما طالعه في طوندونس بلا بالفلوس دونك هذا هو اللي كدير دونك انت المؤكد تشري من عنده المصداقيه هي اللي غادي يعطيك باش الناس كيوليو يثقوا اكثر في داك البرودوي والناس كيثقوا اكثر في هذيك لا مارك وكيخدموا معاها وكيتابوناو عندها وكيتونجاجيو معاها لان دابا ولات عندها مصداقيه هادشي اللي تنشريو وبيان سور الانفلونسور ما تنحتاجوش حنا مازال يلاه بادين ما عندنا لا برودوي ما عندنا حتى شي حاجه باقا لاباج خاويه اكسيتيرا ما غايزيدك حتى شي حاجه لان الناس ها هو انت هو عطاك المصداقيه الناس غادي يجيو يشوفوا الباج خاويه ما فيها حتى واحد الباج كتصفر اش من مصداقيه عندها ما عندها والو دونك هنا خاص بعدا ديجا تكون عند لاباج ديجا هي في حد ذاتها واحد المصداقيه وتزيد مازال مصداقيه اكثر باش كومسا الناس اللي شافوا مثلا سعد المجرد تاسوسي معاها ورجعوا شافوا لاباج يقولوا واه سي بون بعدا دار ديجا باج خدامه وديجا معروفه وتاسوسيت مع هذاك سميتو مع هذاك الارتيست اما انت يلاه بعد انت محتاج اولا لافيشاج انت مازال ما وصلتيش لهذاك لو بوين انك اللي غتحتاج فيه محتوى ياثر علاش لان مازال عدد قليل عندك ديال الناس اللي كيشوفوا دونك انا خدم على لافيشاج ديالك سي سورتو بوبليسيتي فيسبوك يوتيوب اكسيتيرا الناس يعرفوا حتى تتولي معروف عاد تولي ديك الساعه المحتوى عنده واحد الدور كبير لان غيوليو كيشوفوا ناس كثار دونك انا غادي يولي خصك دير شي حاجه اللي كتاثر في عباد الله باش ما تضيعش باش ماشي دير شي فيديو يدوز مرور الكرام كيولي فريمون خص فيديو الا غادي تلاح ويكون عنده تاثير باش كومسا تستافد منه الماكسيموم بوسيبل دونك هذا هو امتاش كنحتاجو المؤثرين اغلبيه العباد اللي يلاه بادر ما عندهم يدير شي مؤثر اللي يلاه بادر غيحتاج يصاوب هو راسو كونتوني ويحتاج هو يخلص لا بوبليسيتي في الفيسبوك باش لا مارك ديالو تطلع وتعرف حتى توصل لواحد لو نيفو اللي يولي خصها مازال مصداقيه اكثر ديك الساعه يقدر يشوف شي ارتيست يتاسوسي معاه باش يعطيه ديك المصداقيه ولكن غيبقى دائما هو يخلص لا بوبليسيتي بوغ لافيشاج دونك هذا ما كاين بالنسبه للقضيه ديال المؤثرين ودائما تنقول لا بوبليسيتي راه ما تجيش وتبقاو نطلقوا الاشارات خصنا تكون عندنا استراتيجي نكونوا عارفين علاش غنطلقوا هذه الاشاره وعلاش غنطلقوا هذه وعلاش غادي نديروا هذا الفيديو وعلاش ماشي هذا الفيديو ويكون عندنا بلان كل حاجه كنوصلوا ليها بواحد لا فيديو معينه ودائما لا فيديو كنوصلوا بها فكره شحال من واحد كيبغي يدير في فيديو باغي يدير بها هو كلشي باغي يجيب بها الناس الماعل وباغي يبيع بها تيشيرت وباغي يقول بها الناس راه داير بروموسيون اكسيتيرا سكي في ديك الفيديو ما كيتفرج فيها حتى شي واحد علاش لانها كثيره مشرشمه فيديو ديرها على موضوع وجيب الناس عندك ومن يجوا عندك لا غدلي عاود قول لهم موضوع ولا غدلي عاود قول لهم موضوع اخر عاود قول لهم موضوع اخر كما الناس ما دوخاش كل نهار تسنطوا الفكره غياخذوا من عندك مزيان داكشي ما لقيتي فيديو وحده باغي توصل بها 50 فكره حتى حاجه ما غتوصل لعباد الله حتى ما يشوف داكشي ديالك انا يكون سور شارجي بزاف دونك هذا ما كان خليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير لتحت راه غادي نجاوبو عليهم كاملين ان شاء الله وما تنساوش تابوناو وديروا لايك وتبقاو دائما معنا وتعطيونا النصائح ديالكم الى بان لكم شي حاجه نقدروا نديروها اكثر باش تفيدكم اكثر مرحبا رحنا راه الاشاره ديالكم